سيف هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني. باسم اتفضل مكان. ازيك يا باسم؟ الحمد لله. الاسئله سهله مش صعبه، اتفقنا؟ على مهلك، خد نفسك، قدامك الكاونتر على الشاشه 45 ثانيه. سيف تمام؟ سيف تمام. تحت ضغط، كاونتر. بالامس قد كانت حياتي هي قصيده لشاعر تونسي راحل، فمن هو؟ فاصل. في أي محيط يقع بحر جورو؟ المحيط الأطلنطي. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور نونا في مسلسل نونا المأزونة؟ هند صبري. غلط. في إطار أي حرب بالوطن العربي وقعت عملية عاصفة الصحراء؟ حرب أكتوبر. غلط. تتشكل سبيكة البرونز من القصدير وعنصر آخر، فما هو؟ الحديد. غلط. كم عدد ألوان علم دولة بورتوريكو؟ 2. غلط. بحلم معاك يا أغنية الفنانة مصرية، فمن هي؟ فاصل. ما هي الدولة الآسيوية الأكثر؟ أنا إجابة. مع إن أنا متأكد لو أنا واقف بهدوء جنبك كده وقعدت أسألك الأسئلة دي هتجاوبها، بس هي تحت الضغط بتبقى صعبة والنتيجة مش مريحاك، فانت نازل متوتر من قبل ما تعمل أي حاجة. هارد لك يا باسم، فعلا هارد لك. سليم، عايزين سيف ينضم لينا. نشوف سيف هيعمل ايه. اتفضل يا سيف. مستعد؟ عايز بس أعرف عدد الأسئلة اتسألها. 7 أسئلة، ملحقتش أكمل الدين. تمام. تحت الضغط، كاونتر. بالأمس قد كانت حياتي هي قصيدة لشاعر تونسي راحل، فمن هو؟ أبو قاسم الشابي. صح. في أي محيط يقع بحر جورو؟ محيط أطلنطي. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور نونا في مسلسل نونا المأزونة؟ بس. في إطار أي حرب بالوطن العربي وقعت عملية عاصفة الصحراء؟ حرب 6 أكتوبر. غلط. تتشكل سبيكة البرونز من القصدير وعنصر آخر، فما هو؟ قبر. صح. كم عدد ألوان علم دولة بورتوريكو؟ 3. صح. بحلم معاك يا أغنية الفنانة مصرية، فمن هي؟ أنغام. غلط. ما هي الدولة الآسيوية الأكثر إنتاجاً للأرز؟ الصين. صح. كم عدد الأرقام؟ جاوب عليك يا سيف. 4 إجابات صح من 8. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الثاني، في أي محيط يقع بحر جورو؟ هادي. صح. محيط الهادي. هادي. أنتوا الاثنين قلتوا الأطلنطي. اللي عمل الدور نونا في مسلسل نونا المأزونة مين؟ حنان ترك. حنان ترك. السؤال الرابع، أنتوا الاثنين قلتوا حرب 6 أكتوبر، وطبعا في إطار أي حرب بالوطن العربي وقعت عملية عاصفة الصحراء؟ الخليجية التانية. حرب الخليج التانية. وبحلم معاك لنجاة الصغيرة. هارد لك. في أسئلة كانت ممكن تتجاوب كمان. كلنا نحيي سيف وباسم. باسم وسيف.